أهم ثلاث كتب من وجهة نظري اتكلمت عن حرب أكتوبر المجيدة. الكتاب الأول هو كتاب The Yom Kippur War The Epic Encounter That Transformed the Middle East أو حرب أكتوبر المواجهة الملحمية التي غيرت الشرق الأوسط للكاتب إبراهام رابينوفيتش. الكتاب ده بيستعرض تفاصيل حرب أكتوبر وتناول التحضيرات والأحداث اللي أدت إلى اندلاع الحرب وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط. الكتاب الثاني هو كتاب The October War Memories of Field Marshal محمد عبد الغني القمصي أو كتاب حرب أكتوبر مذكرات المشير محمد عبد الغني القمصي واللي كتبه المشير محمد عبد الغني القمصي أحد قادة حرب أكتوبر. الكتاب يعتبر سرد شخصي للمشير واللي بيحكي فيه تفاصيل الحرب وقرارات القيادة والتحليلات العسكرية. الكتاب الثالث هو كتاب The Battle of the Sinai The Untold Story of the Yom Kippur War أو كتاب معركة سيناء قصة غير مروية عن حرب أكتوبر. الكتاب ده برضو للكاتب إبراهام رابينوفيتش ولكن الكتاب ده بيركز على الجبهة المصرية خلال فترة حرب أكتوبر وبيقدم رواية مفصلة عن الأحداث اللي حصلت في شبه جزيرة سيناء وتحركات القوات المصرية والسورية والإسرائيلية في المعركة. وانتم لو كنتوا قرأتم كتب عن حرب أكتوبر ياريت تكتبوا لي اسمها في التعليقات.